الموسم السادس عباقرة العائلات ومباراة متكافئة، وهفكركم بالنتيجة. عيلة العباسي حلوان القاهرة 40، عيلة خليل بنها الأليوبية 35، وعيلة العباسي ضيعتوا كمية أسئلة إجاباتها موجودة. ودلوقتي مع الفقرة الرابعة، فقرة تحت الضغط. تحت الضغط. مدام آيات وشروق، شروق ومدام آيات. مدام آيات هتروح تسمع أغنية وترجع لنا تاني. تفضل. تفضل يا أستاذة شروق، أخبارك إيه؟ بسم الله. احكي لي بقى إيه موضوع الصفحة اللي أنت عاملاها والحاجات اليدوية؟ شفتي عندنا مراقبينك. اوكي. احكي لي بقى بتعملي إيه؟ بعمل اكسسوريز، وبعمل شغل برضو تطريز وكده. شغل تطريز. بدأت اللي هو أتعلم واحدة واحدة، بدأت أعمل حاجة حاجة وأنزل وأصحابي يشجعوني، وبعد كده بدأت أعمل صفحة وناس تطلب مني بس الحمد لله. ابتديتي تبيعي؟ الحمد لله. كويس. مامتك بتساعدك؟ ماما ماما كويسة برضو قوي في الأعمال اليدوية جدا يعني. فكرتي تكبري المشروع؟ والله مش عارفة، بس اللي هو أنا بعملها بس just for fun، اللي هو أنا بنبسط وأنا بعمل الحاجة. ولكن ممكن يبقى فن وبزنس. ممكن. ليه لا؟ فكر في الموضوع برضو. فكري في الموضوع. نطمن على مدام آيات. تمام؟ تحت الضغط كاونتر. ما هو نظام الحكم في دولة نيوزيلندا؟ جمهوري. غلط. في أي من دول شمال إفريقيا يقع كهف علي بابا؟ المغرب. صح. في عهد أي رئيس تأسست الجمهورية الفرنسية الخامسة؟ لويس التاسع. غلط. ما هو خمس الرقم 250؟ باص. كم عدد ألوان علم دولة سلوفاكيا؟ 4. غلط. ذهب الليل هي أغنية المطرب راحت؟ محمد فوزي. صح. في أي واحة مصرية تقع أحداث رواية واحد الغروب لبهاء طاهر؟ واحد إيه؟ واحد سوى. صح. ما هو العضو الملاصق للكبد والتي تخزن فيه العصارة الصفراوية؟ بنكرياس. غلط. فنان روح القمة بدور حسين في فيلم مراتي مدير عام، من هو؟ باص. من هو الهداف التاريخي؟ مين اللي عمل دور حسين في مراتي مدير عام؟ ده فيلم عظيم، فيلم جميل، شفناه بدل المرة 10. مش مضطرة. وكل مرة نتفرج عليه نضحك. اتفضل يا شروق. طبعا كان ممكن تعملي أحسن من كده بكتير، يعني الأولى دي أنا عارفاها. سليم، عايزين مدام آيات تنضم لينا. طبعا الأولى دي سؤال أنت استعجلتي ما فكرتيش. مدام آيات، أنا قلت 9 أسئلة من 10. اتفضلي مكاني. أسئلة سهلة مش صعبة، ولكن شروق اتوترت شوية. تحت الضغط كاونتر. ما هو نظام الحكم في دولة نيوزيلندا؟ جمهوري. غلط. في أي من دول شمال إفريقيا يقع كهف علي بابا؟ مغرب. صح. في عهد أي رئيس تأسست الجمهورية الفرنسية الخامسة؟ باص. ما هو خمس الرقم 250؟ 50. صح. كم عدد ألوان علم دولة سلوفاكيا؟ 3. صح. ذهب الليل وأغنية المطرب؟ محمد فوزي. صح. في أي واحة مصرية تقع أحداث رواية واحد الغروب لبهاء طاهر؟ صح. ما هو العضو الملاصق للكبد والتي تخزن فيه العصارة الصفراوية؟ المرارة. صح. فنان راح القمة بدور حسين في فيلم مراتي مدير عام؟ صلاح ذو الفقار. صح. تفضلي. 7 إجابات صح من 9. يا سعادتك يا منة، متوترة جدا النهاردة. طبعا كان في أسئلة أنت فوتيها، يعني 550. 50. أنا قلت بص ما أعرفش. أنت قلتي بص من غير ما تفكري حتى ولو ثانية. تعال نشوف الأسئلة اللي ما تجاوبتش. السؤال الأول، أنتوا الاثنين قلتوا عن النظام الملكي في دولة نيوزيلندا جمهوري، هو طبعا ملكي. ملكي. في عهد أي رئيس تأسست الجمهورية الفرنسية الخامسة؟ المطار اسمه إيه؟ مطار شارل دي جول. أنا بقول الجمهورية، ملك لويس التاسع الجمهورية. عدم تركيز، عدم تركيز. كلنا نحيي مدام آيات وشروق، شروق ومدام آيات. النتيجة اتغيرت وعيلة العباسي تقدمت. طبعا السكور ابتدى يبعد، ولكن في 25 نقطة مهمين جدا. مدام آيات انتوا كام؟
40 وسبع اجابات صح 35 و10 نقط هديه 45 85 بالظبط كده. شروق 35 بقيته 70 50 50 25 و50 75 ترجعوا تاني في المباراه فرق 10. طبعا عيلة العباسي 85 و25 110 تاخدوا نفسكم قبل اخر فقره. ودلوقتي مع الفقره الخامسه فقره ضربات الجزاء. ضربات جزاء اول اثنين عبد الرحمن واحمد، احمد وعبد الرحمن. هنشوف الهدف الاول لعيله مين. السؤال الاول معلومات عامة، فرسان الفيل هو أعلى وسام يتم منحه بإحدى الدول الإسكندنافية، فما هي؟ Order of the Elephants. تخمينة. دول إسكندنافية كم دولة؟ لا مش عارف عددهم بس خمسة. خمسة أنا عارف ثلاثة، هتبقى واحدة منهم إن شاء الله. إجابتك الدنمارك. مش أنا قلت لك هتطلع منهم. الهدف الأول أحمد تأخرت يا أحمد. أقدم وسام فروسية ملكي منذ عام 1580، حصل عليه حوالي 890 شخص. عبد الرحمن أحرزت الهدف الأول. دلوقتي عندنا الباشمهندس وائل والأستاذ محمود. سؤال التاني، حل المسألة الآتية، 6 في 7 في 8 على 2 يساوي كام؟ مية تمانية وستين. الهدف الثاني حضرتك يا محمود، الهدف الثاني هدفين بلا مقابل. مدام أياد لو جاوبتي صح رجعتي بالهدف الثالث. ليه؟ لان السؤال اللي جاي سؤال عائلي، يعني انتوا الاثنين ممكن تجاوبوا صح وانتوا الاثنين ممكن تجاوبوا غلط. هنشوف السؤال الثاني، معلومات عائليه، المال، الحب، الشهره، ترتيب الاولويات لمنة وشروق ايه؟ نكتب المال، الحب، الشهرة، واحد اتنين تلاتة. تفضلي. خلاص خدنا إجابة من مدام آيات وخدنا إجابة من مدام سهير. منا الأولويات بالنسبة لك إيه؟ رقم واحد الحب، المال، الشهرة. الحب، المال، الشهرة. مامتك حافظاكي. لا ومامتك كتبتهم بسرعة ما فكرتش. هنشوف شروق، الحب، المال، الشهرة. لا عكسنا، كتبت المال الأول أنا عارفة. لا حلوة أنا عارفاكي. لا الشهرة، كتبت الشهرة الأول. أيوة بتحب الشهرة. مين قال كده؟ أيوة بتحب الشهرة طبعا، احنا عارفينها. ما طلعتكيش مادية ولكن طلعتك بتحبي الشهرة. ماشي يا ماما شكرا. شكرا يا ماما، وانا بحب الشهرة فعلا. هي بتحب الشهرة احنا عارفين. تفضلوا. طبعا 25 نقطة لعيلة العباسي، 3 اجابات صح، 110 عيلة العباسي، 50 عيلة خليل. عيلة خليل سكور بعد ولكن ما زال الامل موجود. الفقرة اللي جاية 80 نقطة، 90 نقطة، 100 نقطة، محدش عارف. عيلة العباسي هتاخدوا نفسكم ومنا هتهدى شوية. وبعدين ايه عماله توصيكي في تحت الضغط يا ماما يا ماما. تقولي لو قلقانه ارجعي. وهي قلقانه اكتر منك اصلا. هنخرج فاصل وهنرجع مره تانية مع اخر فقره، فقره عجله الحظ والعباقره. وبكده عائلات مصر جمعت 85 نقطه في فقره تحت الضغط وضربات الجزاء، ويبقى الرصيد لحد دلوقتي 160 نقطه في خزنة البنك الأهلي المصري، الداعم الرئيسي لمشروعات المرأة المعيلة في كافة المجالات. هذا البرنامج
برعاية من يهتم بالتعليم في مصر.